عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد ينضم إلينا من أربيل. سيد وفاء، بداية مرحبا بك. بعد ترشح السيد ريبر أحمد، حدثنا عن فرص فوزه في هذا السباق وأيضا عن مدى التنسيق مع شركاء في التحالف الثلاثي أو تحالف الأغلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك وجميع مشاهدين قناتكم الكريمة. طبعا احنا فوجئنا بقرار المحكمة التي كانت قرار ظالم وكانت مسيسة ضد مرشحنا السيد وشار زيباري الذي استوفى جميع الشروط لترشيحه لرئاسة الجمهورية، ولكن أيضا أخذنا الحذر لأننا تعودنا على هذه القرارات المسيسة من المحكمة منذ سنين، ولهذا كان لدينا الحذر بأن نقدم مرشح آخر، والمرشح هو معروف لدى الأوساط الشعبية ومعروف لدى الأوساط الحزبية وخاصة في السلك الأمني، كان له دور بارز خاصة في الحرب ضد داعش وهذا مشهود إليه. والآن التحالف القائم الكوركريتي بين التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني هو لحد الآن ثابت وسيكون أثبت وأكبر بعد ترشيح السيد ريبر برزاني، ولهذا نحن بلغة الأرقام بلغة التحالفات نستطيع أن نمرر السيد ريبر أحمر لتولي رئاسة الجمهورية بسهولة. سيد وفاء، ماذا عن مصير الحوارات مع الاتحاد الوطني؟ هل لا زال الباب مفتوح للتفاهمات؟ أكيد هو قرار المحكمة بتفعيل الثلث المعطل بإلزام حضور 220 نائب لتمرير رئاسة الجمهورية جعلت جميع القوى السياسية أن تفكر بالتوافق، لأن الثلث المعطل هو حاضر وقوي وموجود ومن السهولة هو كسر النصاب. ولهذا الحوارات، آخر حوار قبل أربعة أيام كان لدينا مقترحات من السيد مسعود البرزاني للسيد بافل طالباني، وقدمنا له ثلاث مقترحات، ولحد اليوم نحن ننتظر الموافقة على أحد هذه المقترحات لكي يكون الحوار بيننا. إن كانوا أن يريدوا رئاسة الجمهورية فعليهم التخلي عن السيد برهم صالح وأعطائنا اسم آخر ليكون اسم مقبول لدى جميع المكون الكردي وخاصة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي ذلك الوقت سنأخذ نحن المناصب السيادية الأخرى ونعطي رئاسة الجمهورية لهم. وفي حالة العكس، إنهم قبلوا بترشيح ريبر أحمد كرئيس الجمهورية، فمن المقابل سنعطيهم جميع المناصب السيادية الموجودة في بغداد إليهم. يعني في حال سحب الاتحاد ترشيح صالح، هل أنتم مستعدون للتفاهم أو التوافق حول اسم جديد؟ طبعا، لأن هو أحد المقترحات أن يكون مرشح تسوية، لأن الاتحاد هو يعلم جيدا بأن أي مرشح كائنا من يكون، إن كان من الاتحاد أو إن كان من المستقلين أو إن كان من الديمقراطي، بدون موافقة السيد مسعود البرزاني وبدون موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه أكثر من 31 مقعد، يكون من الصعوب تمرير أي رئيس جمهورية. ولهذا نحن ننتظر المقترحاتنا، وخاصة بالأمس كانت هناك مناشدة من الإطار التنسيقي للأخوة بالاتحاد بأن يلموا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتفاق على شخصية تسوية وعلى رئيس واحد واللجوء إلى بغداد باسم واحد، وهذه المناشدة كانت جيدة جدا ونحن نعتبرها مبادرة طيبة. نعم، من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد. سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.